شكون يمتنع بكل حريه وديمقراطيه باش ما يبقى حتى شك فوالا من الحضور لا احد من حاملي الوكالات لا احد شكون يمتنع على تجديد الثقه في المكتب السياسي وامانته من الحضور لا احد من حاملي الوكالات لا احد إذن بإجماع أعضاء اللجنة المركزية تم تجديد الثقة أيضا في المكتب السياسي وإعادة التفويض. رح يسجل التاريخ هذا اليوم تاريخي في مسار الحزب ولكن أيضا في المسار الديمقراطي في الجزائر في النضال الديمقراطي دفاعا عن التعددية الحزبية. وبالتالي من هنا ننطلق في يعني الانتشار وتكثيف النشاطات نتاع الحزب في خضم المسار الثوري حتى يحقق أهدافه والهدف الرئيسي المتمثل في رحيل النظام بالشعب الجزائري يمارس سيادته بالكامل. و ننطلق ونكثف تقديم المساعدة للنضالات العمالية والطلابية والشبانية وتاع الفئات الشعبية الواسعة ضد التقهقر الاجتماعي والاقتصادي من أجل الحفاظ على شروط بقائها من أجل الحفاظ على مكاسب الثورة والاستقلال من أجل الرقي والازدهار معناه القطيعة مع كل السياسات اللي تسببت في تخريب بلادنا في تكسير مقومات الاقتصاد الوطني.